كيف علي أن أتأكد من أن أمريكا وبريطانيا داعمتان حقيقيتان لي؟ فلتحدد جلالتك كلمة السر، وستعلنها إذاعة البي بي سي ليلا. You are listening to Radio BBC from London. It is exactly 12 midnight. سأستقبل مسؤول السي آي إيه غدا، وأنا أيضاً أطلب الحماية من الرئيس أيزنهاور وضماناً مؤكداً بذهاب مصدق. من الواضح جداً أنه مد يد العون والصداقة لجلالتك سلفاً بشرط أن يوقع قرار عزل الدكتور مصدق، وكذلك تعيين قائد الجيش زاهدي بواسطة ملك إيران. أنا لا أريد عذابا. لست أنا، بل امرأة جميلة في متجر المثلجات الذي يقع عند ناصية الشارع طلبت مني أن أعطيك إياه. إياك أن تكرري هذا، وإلا فسوف ترين ما لا يعجبك. تفضلوا تفضلوا. ما هذا الوضع؟ تفضلوا. لماذا يأتون إلى هنا كل ليلة؟ لقد تعبت. ستلتقي الشاه شخصيا هذه الليلة. أتمنى أن تعود بإخبار سارة. سأوقع، لكن ليس في طهران. سأذهب مع الملكة إلى شمال إيران، وأنت أرسل بالأوراق إلى هناك لأوقعها، وافعل ما تريده في غيابي. عليك إبلاغ مصدق ليلا. بالتأكيد سيد ريبورتر. حياتك في خطر، من المفترض أن ينقلب عليك الليلة. أرسل مجموعة إلى بيت وزير الخارجية الدكتور فاطمي لاعتقاله. أنا بخدمتكم. ما الذي يجري؟ حضرة الدكتور فاطمي ستعتقل بسبب الفوضى التي أخلت بالأمن العام وعلى نحو خاص على شخص صاحب الجلالة. سأذهب إلى بيت رئيس الوزراء، وأنت انتظر هنا. بعد دقائق إن لم أعد أخبر قائد الجيش زاهدي، والبقية على الفور. هل هذا الأمر واضح؟ فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران، اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. کماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران، به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من
به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. في هذه الحلقة: هروب الشاه، الانقلاب الأمريكي البريطاني في 19 من آب. حضرة الكولونيل. أيها النقيب، لدي أمر هنا من صاحب الجلالة لحضرة رئيس الوزراء، علي أن أسلمه إياه. لما في هذه الساعة؟ أعطني الرسالة لو سمحت وسأسلمها لمعالي رئيس الوزراء. أنا لا أعرفك أيها النقيب، إنه أمر من صاحب الجلالة، علي تسليمه وأخذ إيصال به. لا يمكن أيها الكولونيل، انتظر قليلا فقط لأرى ما علي فعله. كولونيل، في هذا الوقت؟ في الواقع لدي أمر من صاحب الجلالة، سلمني إياه منذ قليل، أخبرني بأن أسلمه بأسرع وقت لحضرة رئيس الوزراء. أعطني الأمر وسأسلمه بنفسي لرئيس الوزراء. علي أن أتسلم وصلا به. أنا أعطيك الوصل. ماذا يعني هذا؟ منذ متى أصبح القانون يسمح بتعيين رئيس وزراء قبل عزل رئيس الوزراء الحالي؟ أبداً. بأي حق تريدون عزل رئيس الوزراء؟ هل نحن في عصر محمد علي شاه؟ يبدو هذا القرار مزوراً على أي حال. انظر هنا، لقد كتبوا السطر الأخير بخط صغير يصل لأعلى التوقيع. لقد أخذوا ورقة قرار بيضاء من الشاه ثم ملأوها. هات يا سيد. خذ، أعطهم إياه. ألو جنرال رياحي، اسمع ما سأقوله لك. منذ لحظات أبلغوني قرار عزلي بأمر جلالته عن طريقي الكولونيل نصيري، باعتقادي أنها مؤامرة. اتصل الآن بقادة القوات البرية والجوية والدرك، أمرهم بالتأهب. عليك أن تتفقد جميع الثكان بأسرع وقت ممكن، وعليك أن تعتقل المسؤولين عن أي حركة تشك فيها. فهمت يا سيد؟ أيها الكولونيل،
خذ. قلت إنني سأعطيك وصلا أيها الكولونيل نصيري. أيها الكولونيل، أنت رهن الاعتقال، تفضل إلى مقر الجيش، إنهم بانتظارك. ماذا تقصد؟ ماذا تقول يا حثالة؟ انتبه لكلامك في حضور العسكر واحترم رتبتك. انتبه جيدا يا كولونيل. يا ملازم شجاعي، خذ أسلحة الكولونيل، خذه إلى مقر الجيش، إلى الجنرال رياحي. ماذا يعني هذا؟ أنا فقط رسول صاحب الجلالة، أنا فقط رسول له. كفى كلاما واسمعني جيدا، أصدر أمر اعتقالك كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، لا تزد في الكلام. أنا سوف أنتقم منكم، لقد أوقعت نفسك في ورطة كبيرة، سأنتقم منكم، لا تنسى هذه الليلة، سأنتقم منكم جميعا. تفضل لو سمحت. سأذكرك بهذه الليلة. صاحب الجلالة، فشل الانقلاب، اعتقلوا نصير الذي كان قد ذهب ليسلمه قرار العزل. يجب أن نذهب إلى رمسار، أخبر الرائد خاتم بأن يهيئ الطائرة بسرعة، يجب أن نغادر إيران فورا. على السمع والطاعة مولاي. بذلك الجانب من الخليج الفارسي. يمكننا اختيار الطريق الأقصر من الحدود إلى بغداد، 140 كيلومترا فقط، ولا يبعد كثيرا عن الحدود. جربت ذلك عدة مرات مولاي. بغداد جيد. أنا صديق لنائب السلطنة الأمير عبد الله، سنحدد من هناك لقاءات مع سفيري بريطانيا وأمريكا. نعم مولاي، علينا التزود بالوقود من بغداد. أسرع أيها الرائد خادم. حاضر سيدي. ماذا حدث يا لواء سباقو؟ أخبرونا بأن الشاه قد هرب إلى العراق. ما هي أوامرك؟ أن نعيده أم نطلق عليه النار في الجو؟ دعوه يذهب. صحيفة اليوم، صحيفة اليوم، هرب الخائن الذي كان يريد جر البلد إلى بحر من الدماء. صحيفة اليوم، صحيفة اليوم، هرب الخائن الذي كان يريد جر البلد إلى بحر من الدماء. صحيفة اليوم، صحيفة اليوم، أخبار ساخنة، هرب الخائن الذي كان يريد جر البلد إلى بحر من الدماء. صحيفة اليوم. الموت للشاه، الموت للشاه.
الموت للشاه، 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 الموت للشاه. جيد جدا، اطلعوني على اخر التطور. ما الأخبار؟ ختمنا أبواب القصر الملكي بالشمع الأحمر. السفير الإيراني في بغداد مظفر علم طبقاً لأوامرك لم يذهب حتى لاستقبال الشاه. فر الشاه فر بالعربة، 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 فر الشاه فر بالعربة. في هذه الأيام كل من يذهب إلى البلاط يتورط. لهذا السبب أنا لا أذهب إلى البلاط في الوقت الحالي. إن أصبحت غراباً وحططت على أشجار قصر سعد أباد، فسيكتب فيك جماعة مصدق تقريراً، عندها سيجلبون المصيبة والويل عليك. بالتأكيد لن يبقى الوضع هكذا. كالنافورة، عندما تصل للأعلى تنقلب للأسفل. نحن أيضاً سنشهد من نافذة عيادتنا الصغيرة والمتفسخة هذه أحداثاً عظيمة، إلى أن تعود المياه لمجاريها. جيد يا دكتور، لقد فكرت في كل شيء. عزيزي صنيعي، إن أيادي لا يتناول لقمة بدون أن يفكر. في هذا البلد يا صديقي عليك أن تفكر بشكل جيد قبل أن تقوم بأي حركة أو بأي خطوة من هذا النوع. فر بالعربة، فر الشاه 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 فر. يا لها من فوضى كبيرة. إن الناس أنفسهم لا يعرفون ماذا يريدون. هؤلاء من الحزب الشيوعي المطالبون بتأميم النفط لم يأتوا عبثاً إلى الشارع. علينا أن ننظر للأمور وكأن الشيوعيون يسيطرون على إيران، فأصدقائنا الأمريكيون تزيد حساسيتهم باستخدام هذه الحربة. الشعب الإيراني معارض للشيوعية، ينفعلون منهم ويشكون بهم. يا شعب إيران بشرى، يا شعب إيران بشرى، لقد هرب الشاه. يا أبناء طهران الأبطال، أيها الشعب الإيراني البطل، تحية إكبار لمشاعركم النقية، تحية إكبار لوفائكم وصمودكم. مهما جار علينا الزمان فيجب علينا دائما ألا نستسلم أبدا. وضعي النفسي لا يسمح لي بأن أطيل الحديث معكم اليوم. اعتقلوني في وسط بيتي قبل بضعة أيام، لكن لم يستطيعوا إبقائي عندهم طويلا. أنا اليوم سعيد لوجودي بينكم أيها الشعب الأبي. لم أجد وسيلة لشكركم غير أن أقف خلف الميكروفون هنا وأن أشكركم. فاطمي 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 فاطمي
فاطمي فاطمي فاطمي فاطمي فاطمي. لقد ولت أيام البلاط الملكي الآن، وما كان بالإمكاني فعل هذا إلا بإرادة الشعب الإيراني. لقد انتهى كابوس الموت المخيف هذا بدون إراقة أي نقطة دم. نريد الآن من الحكومة أولاً أن تعلن فصل الملك الذي أدار ظهره لإيران وشعبها وهرب من البلاد، وقد حاول بفعلته هذه حماية مصالح الأجنبي على حساب مصالح شعب إيران. ونريد منها أيضاً معاقبة معارضي النهضة القومية من أي طبقة كانوا. فليحيا مصدق. على حكومتنا الحالية أن تعتبر من ذهب قد ذهب، أي أن تعتبر الشاه مستقيلاً من منصبه، وتؤلف مجلساً ملكياً، وتقوم بتحديد مصير البلد في المستقبل. حسناً إذن، فليرفع يده كل شخص موافق على الكلام الذي قلته أمامكم الآن. فليحيا مصدق. لقد اتفقنا يا كولونيل. عندما يذهب الشاه للاستجمام إلى رامسر ثم يهرب بعدها لأجل من نعرض أنفسنا للخطر، علينا أن ننقلب من أجل شخص هرب خائفا؟ جيد، سينبلج الصبح بعد ظلام الليل. وهذه الوحدة لم تمتثل أيضا. سيد روزفلت، أظن أن علينا البحث عن مكان نختبئ فيه. لقد أصبح الجيش بيد مصدق. ليس بعد، لقد فشل المشروع الأول للانقلاب. لحسن الحظ أن بريطانيا فكرت بكل شيء. عملاؤنا لم يباشروا العمل بعد. لقد كان لدينا مشروع ثان لأنفسنا، هو قيد التنفيذ بغاية السرية في حال فشل المشروع الأول. من الآن فصاعدا اسمك المستعار يا سيد زاهدي هو مصطفى فيسي، والاسم المستعار للسيد روزفلت هو جيمس اف راكليتش. لما لم يخبرنا وودهاوس بشيء؟ وبهذا سيد أندرسون سيفشل كلا المشروعين. أحضر الرائد خسرواني والإخوة رشيديان فوراً إلى هنا. عليهم أن يأخذوا أوباشهم وأوغادهم إلى سجن قصر، ويحرروا عدداً من جماعتنا مثل شعبان جعفري لأسرع وقت. فليقم بالتنسيق بشكل جيد مع رئيس السجن حتى لا يقاوم الحرس. كم تثق بمدير السجن؟ أثق فقط بالدولارات التي دفعتها، لا برئيس السجن. المرحلة التالية هي بث الفوضى والذعر وتسليم الأمور إلى الحزب الشيوعي. سقوط مصدق قريب جدا. أنا لدي ثقة بشعبون وجماعته، علينا أن نفرج عنهم. لقد نسقت مع الكولونيل تيمور باختيار ليساعدنا.
وهو سيرتب كل شيء. ستصل قواته إلى طهران. سيدتي. أيها الملك، أنا أعتذر لأنني أردت أن ألتقي بك هنا. أهناك مشكلة أيها الملك؟ نعم، أنت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في روما يا سيدتي، لا أحد يمكنه أن يحدد مهمتي أكثر منك. قل لي ماذا أفعل الآن؟ لقد قبلت كل طلبات دولتك، وقعت قرار تعيين زاهدي لمنصب رئاسة الوزراء. أيتها السفيرة، أخبريني، أتعلمين ما مصيري بعد الآن؟ في الوقت الحالي لا أملك أكثر من 10,000 دولار. والدتي وأخوات الأميرات وأخوتي، علي أن أدير أمورهم جميعا. لما تخليتم عني؟ لما لا تقومون بحمايتي؟ يا صاحب الجلالة، استرح رجاء، سوف أنقل كلامك كله إلى واشنطن. متأكدة من أن الرئيس آيزنهاور يخطط لحماية صاحب الجلالة ملك إيران. لا تقلق رجاء، من فضلك أصبر. فكر في أنك قد ارتحت. أنا أساساً سواء علي أكنت شاهاً أو لم تكن. أنا لدي القليل من المال في أحد بنوك روما. لم أقرأ الوجه الآخر من العملة. أحياناً الوجهان لا يقرأان. صاحب الجلالة، لقد وصلت صاحبة السمو. عندما علمت بمجيئك إلى روما أتيت على الفور. لقد أتيت عن طريق البر. ثريا، أنت هنا أيضا؟ أنت بخير عزيزتي؟ لماذا أنت هنا في هذا الوقت؟ أنا لم آتي وحدي، أحد أصدقائي أتى معي وهو ينتظرني خارجاً. جئت لأخذ القليل من المال وأذهب. شارف رصيدي على الانتهاء. أنا نفسي لا أملك شيئاً، وتأتين إلى هنا لتنهبينني؟ يا سعادة رئيس الوزراء، منذ 16 من شهر آب الذي فشلت فيه التحركات العسكرية حتى اليوم، لم يجلس هم وأعوانهم مكتوفي الأيدي. من المحتمل أن يقوموا بانقلاب آخر، وعلى الحكومة والقوى العسكرية أن يستعدوا. لا تمرمر فمك بهذا الكلام، تفضلوا تفضلوا، حلوا أفواهكم، لن يحدث شيء. هرب الشاه ونحن مسيطرون على الأوضاع. نبهتهم بألا يقوم بأي حركة.
رسالة آية الله كشاني يا سيدي. هل استمتعت بالسجن يا سيد حسن؟ لقد تساقط شعرك وأصبحت أجمل. سيد حسن، اخرج حتى أرد على الرسالة. حاضر سيدي. سعادة رئيس الوزراء المعظم السيد الدكتور مصدق دام عزه، بالرغم من أنه لم يبقى مجال لاحتجاجاتي، إلا أنني ولكوني خادم الإسلام أرى أن مصلحة الدين والشعب أسمى من العواطف الشخصية. أنت تعرف أكثر من غيرك أن كل همي هو الحفاظ على حكومة حضرتك التي لا ترغب أنت بالحفاظ عليها. من تجارب العمل مجيء قوام والعناد في المراحل الأخيرة، واضح أنك تريد ترك الشعب وحيداً مرة أخرى والتعامل ببطولة كما حدث في 21 من يوليو تموز المعهود. لم تعر كلامي بشأن إصراري على عدم إجراء الاستفتاء أي انتباه، وهزئت بي، أمرت بضرب منزلي وسجن أتباعي وأولادي، وأغلقت البرلمان الذي كنت تخاف أن يطيح. والآن لا البرلمان موجود، ولم تترك ركيزة لهذا الشعب. بكل حيلة أخرجت زاهدي الذي أبقيته أنا في البرلمان تحت السيطرة بصعوبة. والآن كما كان واضحاً هو بصدد ما يسمى انقلاب. إن لم تكن خطتك للانسحاب كما كانت في 21 من يوليو تموز، بل إظهار نفسك كبطل، فكما قلت إن أمريكا ساعدتنا على أخذ النفط من بريطانيا، والآن تريد أن تظهر بمظهر وطني ومحب للشعب بهدف أن تقبض على ثروتنا هذه بواسطتك أنت. إن لم تكن تريد التنحي بالطريقة الدبلوماسية فستكون هذه الرسالة وثيقة في تاريخ إيران في أنني نبهتك، وبرغم جميع المساوئ منك تجاهي، بوقوع انقلاب حتمي بواسطة زاهدي وهو متطابق مع خططك، حتى لا يكون هناك أي عذر في المستقبل. سيد أبو القاسم كاشاني. لقد وصلت رسالتك عبر حضرة السيد حسن، وأنا خبير فيما علي فعله، وذلك لمساندة شعب إيران العظيم. والسلام. الدكتور محمد مصدق. سيدي، لقد جاء السيد هندرسون. دعه يدخل. حاضر. بصفة سفيرا للولايات المتحدة أوصيك بأن
تبديل الحكومة ليس من صلاحياتك. أنت تقوم باستغلال فورة الناس ونشر الفوضى. هذه ليست فورة بل انتفاضة شعبية. لن تحميك أمريكا أبداً. إنك تقدم إيران للشيوعيين على طبق من فضة. لن نسمح بأن تبقى إيران خلف الستار الحديدي. مع سقوط الحكم لن تستمر 6 أشهر وستسقط بيد الحزب الشيوعي. كأنك لا تعلم ماذا يجري. أتباع هذا الحزب أقاموا مظاهرات دعما لك ومناهضة للشاه، إضافة طبعا إلى شن حملات على المؤسسات الأمريكية. دفتري دفتري. نعم خالي. أصدر أمراً بعدم السماح بالهتاف لي وضد النظام، بل تتوقف المظاهرات فوراً وفرق الناس. لكن يا خالي. قم بما أمرتك به يا مغفل. يا رياحي فلتمنع الهجمات على المؤسسات الأمريكية، وأيضا فلتقمع كل تظاهرات الحزب الشيوعي. جهزنا جماعات في الحي التالي بقمصان بيض وشوارب ستالينية. من المفترض أن يأخذوا مكان مؤيدي الحزب الشيوعي ويهتفوا لمصدق. أخبرهم الآن أن يباشر. على عيني يا سيد. يجعلون البلاد شيوعية.
هؤلاء أولاد الحرام. لن تكون البلاد التي ليس فيها رئيس أفضل من هذا. لا تنخدعوا بهم أبدا، كل هذه لعبة، إنهم يخدعوننا جميعا. عاش الحزب الشيوعي، عاش الحزب الشيوعي. سأقول لك يا رئيس الوزراء، اسمعني، يجب أن يذيعوا لتعبئة الشعب ضد هؤلاء الأوباش. للأسف الشرطة لا تتعامل مع الأمر بحسم. لا يا سيد فاطمي، لا يجوز إدخال الشعب بهذا الحدث مهما كلف الأمر. يا دكتور صديقي، أصدر بسرعة قرار تعيين العميد شهندا رئيسا للأمن العام. سيدي إن هذا انقلاب، علينا أن نكون صارمين أكثر. زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار. شمار